خلاص انت دلوقتي هتقدر تاخد الإقامة في السعودية بكل سهولة، ومن هنا ورايح انت مش هتكون تحت رحمة كفيل ولا غيره. ايوه زي ما سمعت كده، وده لان السعودية اصدرت قرار جديد هيخليك تاخد الإقامة بكل سهولة وتشتغل هناك براحتك، لكن لو اتطبقت الشروط دي عليك. فيا ترى ايه شروط الإقامة في السعودية؟ سعرها كام دلوقتي؟ وايه هي الحالات اللي هتخليك تاخد الإقامة ببلاش؟ كل ده واكتر هتعرفه بس لما تتابعني في الفيديو ده. انا ايل، وليلي كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. ناس كتير من المصريين في الخارج وتحديدا في السعودية بتقابلهم بعض المشاكل خصوصا في الإقامة، ودايما بيفضلوا يسعوا علشان يقدروا ياخدوا الإقامة خصوصا لو هم عايزين يقيموا فيها بشكل كامل. علشان كده السعودية حلت لك المشكلة بتاعت الإقامة، وده المعروف عنها انها دايما بتيسر اوضاع الوافدين هناك. لكن ازاي السعودية حلت مشكلة الإقامة؟ هيئة الجوازات في السعودية قالت انك ممكن دلوقتي تحول تأشيرة الزيارة لإقامة في السعودية، لكن لو التزمت ببعض الشروط وجبت كل المستندات المطلوبة علشان تضمن ان العملية دي تتم بشكل قانوني. قالت انك ممكن تحول تأشيرة الزيارة لإقامة قبل مدة التأشيرة ما تنتهي بسهولة، وده من خلال بوابة وزارة الخارجية السعودية او الموقع الرسمي للوزارة، وبتستخدم خدمة التأشيرات، وبعدها بتسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بيه والرمز المرئي الموجود على الشاشة. انت كمان بتدخل كل المعلومات المطلوبة منك لو انت مقيم في المملكة، بعدها بتضغط على اختيار تعديل الطلب، وبتدخل تاني المعلومات الشخصية المطلوبة زي اسمك، رقم البطاقة، الحالة الاجتماعية، كمان بتحمل صورة شخصية لي، وبعدها بتدوس على تعديل البيانات علشان تكمل الإجراءات بنجاح. بس خلي بالك انك لازم يتوفر فيك كل الشروط المطلوبة علشان تقدر تاخد الإقامة قبل ما تحول التأشيرة لإقامة. طيب إيه هي شروط الإقامة في السعودية؟ حسب جريدة الوطن، أول الشروط دي هي إن المتقدم ما يقلش عمره عن 21 سنة، كمان لازم يكون معاه جواز سفر ساري. من ضمن الشروط دي برضو إنه ما يكونش بيعاني من أي أزمات صحية أو معدية، ما يكونش في ضده أي أحكام قضائية أو قضايا تخص الشرف والأمانة. لازم يقدم وصل يثبت دفع رسوم الحصول على الإقامة الدائمة. طبعاً لازم يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة. بالنسبة بقى للمستندات، زي ما قلت انت بتقدم جواز سفر ساري، كشف طبي معتمد من الجهات المسجلة في وزارة الصحة وسجل جنائي، وبتقدم اي حاجة تثبت اوضاعك المالية هناك. حسب بعض الوسائل الاعلامية في السعودية، فسعر الاقامة الدائمة غير محددة المدة بتوصل ل 800,000 ريال سعودي، اما سعر الاقامة الدائمة لعام واحد وقابلة للتجديد فبتوصل ل 100,000 ريال سعودي. وعلى فكرة في حالات اقامتهم بتتجدد ببلاش زي ابناء السعودية من رجل غير سعودي، والمولودين في المملكة والحاصلين على تأشيرة خروج نهائي من السعودية واللي معاهم تأشيرة إقامة دراسية في المملكة. السعودية قالت كمان إن في غرامة للمتأخرين في تجديد الإقامة السعودية قيمتها 500 ريال سعودي، وده في حالة التأخير في المرة الأولى، وفي المرة الثانية هيكون 1000 ريال، أما في المرة الثالثة فهيتم ترحيل الشخص خارج المملكة. قالت ان من ضمن مميزات الإقامة الدائمة في السعودية إمكانية سفر المواطن لجميع افراد عيلته من غير اذن دخول او خروج، وده كمان هياخد بعض الامتيازات المتعلقة بوسائل النقل، كمان هيكون من حقه انه يمتلك عقارات ومساكن واملاك في السعودية. دلوقتي بقى قولي رأيك في تسهيلات السعودية للمصريين، شاركوني برأيكم في التعليقات.